ويشرفني الآن أن أدعو دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتقديم كلمة الدولة المستضيفة جمهورية مصر العربية، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، معالي الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، معالي السيد أيمن محمد السياري رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي محافظ البنك المركزي السعودي، معالي السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بداية أن أتقدم لحضراتكم جميعا بكل التحية والتقدير، وأرحب بكم على أرض بلدكم الثاني مصر، متمنيا كل التوفيق والسداد لأعمال الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يشرفني أن أنقل لحضراتكم تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تفضل برعاية أعمال الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وأنتهز هذه المناسبة الطيبة لكي أعبر عن اعتزازي بتواجدي اليوم مع هذا الحضور الكريم لكوكبة متميزة من الشخصيات المالية والمصرفية المرموقة، التي تعي تماما طبيعة وحجم تحديات المرحلة الراهنة، وتتعامل باحترافية مع مختلف القضايا المستحدثة والمؤثرة على الاستقرار المالي والاقتصادي بالدول العربية، وهو الأمر الذي لمسته أثناء تفضل السيد محافظ البنك المركزي المصري بإلقاء كلمته وإشارته إلى بعض القضايا المحورية المدرجة على جدول أعمال اجتماع اليوم والمقرر تناولها ومناقشتها. السيدات والسادة، لا يخفى على حضراتكم أن انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث تتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية لتلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة، ولتضع حكومات الدول لا سيما في منطقتنا العربية أمام تحديات غير تقليدية تستلزم في واقع الأمر التعامل بأساليب ومناهج مستحدثة تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البعد الاجتماعي مع ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق فيما بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية من جهة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية من جهة أخرى. وبطبيعة الحال فقد أسفرت أيضا تداعيات تلك التوترات عن اتساع رقعة الموجات التضخمية، وبما استلزم معه إحداث تغييرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية، التي عمدت إلى الاتجاه نحو إجراء رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم، غير أن هذا الأمر كان له انعكاساته غير المواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، لا سيما في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي قدرت بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي بحسب تقديرات الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تشهد أسواق العمل بعض التحولات الجذرية نتيجة التغيرات والتطورات المتسارعة في التقنيات الإلكترونية الحديثة، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تأثر ما نسبته نحو 40% من الوظائف التقليدية على مستوى العالم بتزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من كل تلك التحديات والمتغيرات المتلاحقة، فإنه يمكن القول أن الاقتصاد العالمي قد أظهر صلابة وتماسكا أمام الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي بعد إقدام البنوك المركزية في أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وبغض النظر عن أثار ذلك على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة نشاط التجارة الدولية،
إلا أننا ننظر بتفاؤل حذر في إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي. ولقد أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يبلغ 3.2% في عام 2024 ونحو 3.3% في عام 2025، وهو ما يعد بمثابة مؤشر لحالة من الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد العالمي، ولكن تظل هذه المعدلات أقل من متوسطها على مدى السنوات التي سبقت تفشي جائحة كورونا. وفي خضم تلك المتغيرات، فقد تتفقون حضراتكم معي في أن إحداث تحول حقيقي في اقتصادات دول منطقتنا العربية إنما يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية، الأمر الذي يتطلب بالتبعية انتهاك حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أطر السياسات المالية العامة والسياسات النقدية وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعظيم حجم التدفقات المالية العابرة للحدود وتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم جودة المؤسسات. السيدات والسادة، إن مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وكما أن لها تأثيرها وتدخلاتها فإنها أيضا تتأثر بمختلف المتغيرات والمعطيات. وفي مواجهة التحديات المتلاحقة، فقد حرصت الحكومة المصرية وبتوجيهات ودعم من القيادة السياسية الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي توجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات، ليسجل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023. وهنا لابد أن أشير إلى أن الدولة المصرية وهي في سياق مسيرتها نحو دعم التعزيز ودعم النمو المستدام، لم تغفل أيضا السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، كما تم إطلاق العديد من المبادرات التنموية على رأسها مبادرة حياة كريمة مجتمعات قروية مستدامة، والتي تمثل حقيقة أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة على منصتها الدولية من بين أفضل الممارسات الدولية المعززة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. السيدات والسادة، إن الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تألو جهداً في صياغة وتنفيذ الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، مستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام، مع التركيز على رفع نسبة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، وبما يدعم معدلات التشغيل لتوفير ما يقارب من 8 مليون فرصة عمل خلال الفترة من 2024 إلى 2030. من جانب آخر، تواصل الحكومة جهودها في الارتقاء بمستويات البنية التحتية، وبما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما أفضى أيضا إلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة، وكذلك نسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص. واستمراراً لنهج تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار، فقد نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، حيث تم إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات
التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويعد المثال الأبرز على ذلك منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين. كما حرصت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية على تبني استراتيجية جديدة للصناعة وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر. ومع كل هذه التطورات والجهود على كافة المحاور، أولت الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت مصر في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر حتى عام 2050، والتي تركز على التقليل من انبعاثات من جهة والتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية من جهة أخرى، وبما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة تصل إلى 324 مليار دولار لكل من برامج التخفيف والتكيف مع المتغيرات المناخية. الحضور الكريم في هذا المحفل العربي الهام، اسمحوا لي أن أشيد بعلاقات الاستثمار المتميزة والوطيدة فيما بين مصر وجميع الدول العربية، والتي تزداد تفاعلاً ومتانة يوماً بعد يوم. ولقد عقدت الحكومة المصرية العديد من اتفاقيات تعزيز الاستثمار مع شركائها من الدول العربية الشقيقة، حيث كان لمثل هذه الاتفاقيات بالغ الأثر على دعم مسيرة النمو والتنمية في مصر، كما إنها تشير إلى جزء من حصاد المجهودات المبذولة بغرض تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر وتوفير مقومات تشجيعه من خلال تقديم بعض الحوافز الإجرائية والإدارية. وأخيرا أجدد الترحيب بكم جميعا بين أشقائكم المصريين، متمنيا لاجتماعكم هذا التوفيق والسداد في نتائجه وقراراته، ليجسد روح التعاون والتنسيق فيما بين السادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.